للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ الدراسات الإفريقية دكتور عمار أبكر. دكتور عمار مرحبا بك بداية، كيف تقرأ استجابة الشعب السوداني للدعوة التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين؟ مساء الخير. أرى أنه الساحة السودانية الآن خلاص يبدو أنها بدأت في الطريق الصحيح، رغم أنه الفترة اللي كانت ماضية كان هنالك نوع من الركود، خاصة قوى الحرية والتغيير، باعتبار أنه المجلس العسكري كان تسيد تماما على المشهد السياسي. لكن استجمعت قوى الحرية والتغيير، استجمعت قوى وعادت تاني للشارع من جديد، وأصبحت هي الفاعل الأساسي. فلذلك أتوقع حسب القراءة على المدى القريب، يعني في خلال الساعات القادمة، موافقة المجلس العسكري لكل البنود بتاعت المبادرة الأثيوبية الأفريقية، وزي ما أنتم ذكرتوا في حديثكم إنه الكباشي، وكان يعني قبل أسبوع نفسه الجنرال الكباشي كان عنده ملاحظات كثيرة على هذه المبادرة، لكن اليوم في تصريح له قال إنها مبادرة ممتازة ويمكن أن توصلنا إلى حل. هذه القراءة جاءت نتيجة للضغوط التي مورست على هذا. طيب بما تفسر أستاذ عمار يعني استمرار العسكر في قمع التظاهرات بالعنف مع أنباء عن مقتل اثنين من المتظاهرين؟ خمسة الآن أصبحوا خمسة. أصبحوا خمسة الآن. بما تفسر ذلك؟ لماذا هذا الاستمرار باستخدام العنف؟ أفسر أنه ما زال فنون النظام القديم، الفنون الأمنية والميليشيات والكتائب بطاقة الظل التي تحدثوا عنها أصحاب الإسلام السياسي الذين كانوا يحكمون في السودان، هم الآن مسيرين مع المجلس العسكري دفة الحكم في السودان. ونفس السياسات السابقة للأسف، يعني نفس السياسات السابقة التي كان يستخدمها ذلك النظام القومي الأمني ضد الشعب، يعني نفس الأشخاص. أفكر أنه بالواضح أنه النظام صحيح أنه الصف الأول ذهب نوعا ما من الصف الثاني، لكن هنالك الصف الثالث الآن تسيد المشهد وتسيد الموقف، فلذلك نرى هذا العنف المفرط والقذف عن طريق القنص. يعني هنالك قناصة، كيف يتحدث نائب رئيس المجلس العسكري؟ نعم، القيادي في، إذا سمحت لي أستاذ، القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس قال إن المجلس العسكري لم يتخذ أي خطوات جادة لتفتيت الدولة العميقة، إلى أي مدى ترى واقع هذا التصريح؟ نعم هذا الواقع حقيقة، والكلام هذا نابع من أرض الواقع. إذا نظرنا للواقع السوداني أو المشهد السوداني نجد الاعتقالات تطال كل ضابط قوى الحرية والتغيير والناشطين. واحد، يعني ده يؤكد أن النظام القومي ما زال موجود متمسك. اثنين، يعني نجد كل ما يكون هنالك ندوة للحرية والتغيير يتم تطبيقها بالقوة. ثم ثلاثة، نفس السياسة السابقة، يعني سياسة أنك تشتري السياسيين الآن استخدموها للإدارات الأهلية للأصحاب للناشطين ضعاف النفوذ لكي يشترونهم بالفلوس مقابل انه يدعموا هذا المجلس العسكري. نعم، يعني هذا المجلس. اخيرا يعني كيف، او قبل ان نصل الى السؤال الاخير، حميدتي في كلمته امام القبائل في شرق النيل اوحى بان مقترح المجلس الرئاسي غير مقبول من المجلس العسكري وان حكومه مدنيه قريبا سوف تعلن. كيف تقرا هذا التصريح من ممثل المجلس؟ حميدتي أو المجلس العسكري في الفترة السابقة كانوا يذهبون في طريق أنه يعلن حكومة من غير قوى الحرية والتغيير، وكانوا يحاولون من خلال اشتراء أصحاب النفوس الضعيفة في السودان، خاصة الإدارات الأهلية وبعض التنظيمات نحن نسميها بتنظيمات الفكة. لكن اليوم بعد هذه المسيرة ورجعت قوى الحرية والتغيير لكي تتسيد المشهد السياسي السوداني، انه انا اقرا انه هم كانوا ينوون لحكومة من غير الرجوع الى قوى الحرية والتغيير.
ويصفونها بانها طماطم بانها تتاجر في القضيه. لكن 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 من 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 خلال اليوم لا اتوقع ان تكون هنالك حكومه يعلنها ام تي او يعلنها المجلس العسكري. في ضوء ذلك يعني كيف تتوقع او كيف تنظر الى مستقبل السودان؟ نعم الان مستقبل السودان، انا في مداخله سابقه قلت لك لا سبيل للحوار الا الحوار. واجمل ما سمعت من قوى الحريه، رغم انه قوى الحريه اليوم الليله كنت انا لازم اسمع، سمعت كم قيادي لقوى الحريه قالوا نحن موافقين في قوى الحريه على المبادره الاثيوبيه، ونحن ما زلنا نمد ايادينا بيضاء. يعني رغم الزخم بتاع اليوم، يعني رغم الزخم، رغم ما القدر رغم القدر اللي كان من المجلس العسكري، لكن اليوم قالوا نحن في سبيل انه نمر ونعبر بالوطن الى بر الامان، ايادينا بيضاء، ووافقنا على المبادره الاثيوبيه. ولكن الملاحظات، هنالك ملاحظات بسيطه، وهذه الملاحظات يعني قال لا ترتقي لكي تكون يعني مثلا هي ان تقف امام السلام او ان تقف امام المفاوضات. لكن اغرى من يعني في غضون الساعات القادمه الشروع مباشره في التفاوض، وهذا التفاوض يعني لا يكون تحت اداره الاتحاد الافريقي. وللاسف انا دائما اقول للاسف ان المجلس العسكري اتى لهذا التفاوض بعد ان خسر القوه الاقليميه والقوه الدوليه والضغط السياسي الداخلي. يعني شكرا. هم ياتون ليس رغبه للتفاوض، انما رغبه للضغط الشديد. وضحت الصوره، شكرا لك من القاهره استاذ الدراسات الافريقيه الدكتور عمار أبكر، شكرا لك.